ارجعوني. عدنا الى ليدام للانظار عليه تاليسكا لمست يد وخطا على اندرسون تاليسكا. تاليسكا يلعب كره طويله للامام امام فينسنت ابو بكر لكن عدل الى خارج هذا فينسنت ابو بكر. ابو بكر يتقدم تاليسكا اختار لعب الكره لكن حاول يلعبها وصلت الى حارس لا زالت خطيره داخل منطقه الجزاء الهجمه المرتده له يلعب الكره الطويله استلام راح يكون بالترويض رايح من التغطيه بالافاق وحاول خطا باب المرمى خطيره باب المرمى اخطا الفهد بابعادها وحاول فيها سامي النجعي لكن عدت الغنام اللي حاول مع الكره مع المهاجم كريم البركاوي محاوله على الطرف الاخر راح جوستافو في خطا شوف كره واحده وصل فيها الرائد بعد خطيره لا زالت خطيره صدت مره ثانيه ولا زالت نصراويه والى خارج ارضيه الملعب الى ركله زاويه خطيره الكره النصراويه خطيره الكرات العاليه هذه تثبت ربكه لمحمد سالم وعبد الله الفهد لاكثر من كوره المسافه للاعبين في منتصف الملعب تاليسكا يحاول فيها خلصت من داميان لعب الكره لمسه جميله من النجعي ولاعب على ارضيه الملعب والعرضيه والفهد خرب تريتا يحاول الان داخل منطقه الجزاء محاوله تسديد الله وهو يلعب على ارضه وامام ايضا انصاره ومحبيه لا زالت خطيره دربكه من المدافعين لا زالت خطورتها حكم المباراه سامي الجريد يتدخل بالصافره والخطا عند عبد الله الخيبري شويه طويله لكن كنان عند القدره لا والله والعرضيات دائما هذه كره ملعوبه للامام قالت على فينسنت ابو بكر يلعب كره لكن الارض جميله لفينسنت ابو بكر تسديده صدت غير اتجاهها الى ركله ثانيه لم يستفد النصر هاريبوف يلعب الكره محاوله بالراس بعيده يلعب الكره يبحث عن لاعب كانوا كره الان في موقف تسلل حتى مع الكره الاخيره عدت وخمس دقائق ومع نظره هذه الجماهير المتعطشه للعوده وجم هذه خطيره لويس جوستافو يلعب الكره طالع حارس المرمى لمسه للامام هذه خطيره للنصر العرضيه جول هدف التعادل للنصر النصر على الاصرار عاد العالمي عاد الكاميروني ليصالحكم بهذا الهدف عاد فينسنت ابو بكر اول الاهداف لا تذهبوا الى غرف الملابس الا على فرحتكم الا على افراحكم الا على إلا على كل الجماهير تتغنى مرة أخرى هذه كرة في الأمام عالية وتخلص إلى لحظات كانت صعبة وصعبة للغاية وهذا خطأ لتافاريز يعني فاز في مباريتين في النهاية بعد ما دربهم الوطني اللي كان منقذ لهم ألعاب الكرة عالية بعيدا لكنها أقرب إلى حارس المرمى سيلفيو لونج حارس المرمى الفهد يلعب الكرة للأمام العرضية لبين محاولة هياها هذه خطيرة نجعي حاول يمر تغطية عليه ولمسة يد كريم البركاوي والأدوار الدفاعية كونان على اليسار الإيفواري يلعب الخطاب عند هذا التصور عند التصور على هذا السيناريو عند تاليسكا داخل منطقة الجزاء تاليسكا هي تسديدة وعدت إلى ركلة زاوية ركلات الزاوية أمام أنظار كل المتابعين وكل العاشقين محاول عند بشاريبوف يلعب الكرة والتغطية شوف المساحة ولا بالعرضيات نعم بالعرضيات نعم والتغطية حارس المرمى الحارس المتألق تسديدة إلى خارج أرضية الملعب أكثر من يسدد على المرمى الثابتة والمتحركة هو رائعة والجميلة محاولة والتغطية الدفاعية عدت وخطأ محتسب على مشاريبوف خطأ على مشاريبوف وإدارته في كل الكلمات وكل التغريدات وكل المعطيات أحيانا خارج أرضية الملعب وهذه واحدة من الجماليات ولا تاليسكا بالخطأ تاليسكا باب الجول تاليسكا جول تاليسكا جول تاليسكا جول في كل مكان توقيع في كل زمان تاليسكا البرازيلي تاليسكا العالمي تاليسكا في كل مساحة لا تترك له مجال فعنوانه هو الأهداف هو الأجوال هي أحضر هو شعاره يقول له عنده البطاقة الصفراء قائد الفريق أي خطأ كرة تاليسكا 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 تأخر تاليسكا رسالة الإعلام العوبة تحولت بالرأس تغيير الاتجاه لا زالت الرائد متراجع شوية بمبالغة كبيرة جدا ومعه الحق لأنه قال بأن القرار ماذا؟ ركلة الجزاء تاليسكا تاليسكا ثابتة يا تاليسكا ثابتة يا تاليسكا في كل مرة ثابت في كل مرة
مرة ثابت تهتز الشباك.